غايتي الأولى، ما هم لو يزعلون الناس. الله، واليوم بيزعلون الناس. طيب ودي نعرف اليوم في كلام اليوم الفهري وش الشيء اللي قاعد يسويه في فقرته. أنت سجان، ولكن الإخلال بقواعد البرنامج واللعبة هذا أمر مصيبة. إذا كل مقدم بيقدح من رأسه ويجي يقول والله اللي في بالي واللي في خاطري وعشاني أحبك وانت عشاني ما أحبك، نقعد في بيوتنا. محمد دعيرم يدافع عنه ذاك اليوم، خلينا نسمع. اليوم بنسمع رأي محمد الدعيرم. بس شكل عندك بداية أخوي علي اليوم. إخلال يعني انطلاقة في ميزان الاقتصاد. ودي أصارحة، ودي أصارحة، ودي أنصحة الأساس محمد، وسؤال برضه كذلك الإعداد والإدارة. أنتم أعطيتهم مهمة؟ أعطيتهم مهمة؟ اللي واضح لأنه لا لا لا, لا 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 يعرف مهمة؟ نعم نعم. طيب سؤال. لا نثق في شهادتك. والله العظيم إني أعرفها. يعرف مهمة. يومياً على لأنه مو طبيعي. يومياً على الجوال أفهمه. كل يوم غلط. كل يوم مشكلة ومصيبة ترى. أمس ترى حنا سوينا سكيب، ولا أمس ترى في مصيبة بس حنا سوينا سكيب، سوينا مجانين، لأنه مو طبيعي كل يوم بتجيبك يا محمد. على أي أساس تقدح وتقول والله لا سجنك؟ ترى على فكره اعطيك معلومه، ترى المتسابقين لما يسكتوا ترى ما يسكتوا انه والله انه هو هيبه منه، لا خايفين ينضربون لانه هو ما راح يتناقش، حيضرب يعني. اليوم مقوم بفمين من الغرفه وساحبه ضعيف كذا، عيونه صغار على ما هي صغار زياده كذا ضاقه، والله اللي ياكله من اكل سته نسى نفسه. واصلا ابو فمين ضيع المطعم، ضيع المطعم وقال بسكر، لا ما تسكره، داخل ضعيف قاعد عشان ما سجنك. اشتخل ضعيف نايم في الغرفة، ايش تبغى فيه؟ يعني بس بفهم محمد ماذا تريد؟ وش تبغى؟ وفجأة اليوم متسابقين من كثر الفعاليات النايم عنده، ما ادري ايش قالوا له كذا، قال تبغى الان نبدا الاسئلة ولا بعدين؟ قال الان. فجأة دقيقة صمت كذا، وجالس يفتح الجوال، يفتح جوال كذا ابو انتل، تسمع صوت كيف، ما في اي شيء، ما في اي فعاليه، ويفتح الجوال يدور ايش الملاحظه اللي كاتب فيها، وشو هاشتاق محمد الفهري عشان يسخن. الله يا عيال يا عيال، لا اليوم لو شفت الاثنين في السجن والله قانطي بياكلهم، ما ما بيسجن بياكلهم، هو مو طبيعي، هو اكل لحم بشر. محمد ارجوك انتبه، اللي تسويه غلط. طيب بما ان اللي يسويه غلط استاذ فهد، هل البرنامج يخول لك أنت كمقدم أنك تنقل التفاعل وتنقل الناس عندك في حسابك سحب في هاشتاج محمد الفهري؟ أنت جالس توزع عطورات مو توزع نقاط. هو الأداب العامة لا تخول لك، الأداب العامة لا تخول لك. الأستاذ علي الغامدي الله يزخر كان سطحي ونظر إلى المطعم ونظر إلى تعامله مع الشباب، وهذا كله لا يهم. نبي العمق منك يا سيد العمق، بس لا تغرق. الآن الآن تخيل اللي الشباب سووا ماراثون، سووا برنامج الإدارة، وسووا لوكيشنات، وجحدونا في لوكيشن عشان تاج أم التاج حق زيد رصيدك هذا يشتغل بتويتر. يأتيك محمد الفهري بكل برود، تاجه ميت له 60 سنة، يجي اليوم يقول يا جماعة خير، السحب ما هو على تاج زيد رصيدك، السحب على تاج محمد الفهري. سبيس هو فاتح سبيس، هل أنت فاتح سبيس؟ ومسابقة بعد، أي مسابقة، والجائزة إيش؟ هل جائزة دفعها الفهري؟ لا الجائزة رصيد قناة. عيد المقطع، عيد المقطع، اسمع هو جالس يفتح الجوال، صوت التكييف يعني يعني كان في الطاقة في الفجوة. أنا أعتقد كله ترى الطاقة خايف. أنا أعتقد من بعد لا أدري، من بعد من فترة الظهر إلى فترة المغرب إن جميع اللي يدخلون القرية دايخ، المطبخ دايخ، والمخرج دايخ، المعد دايخ، محمد الفهري دايخ، وأنا أجزم إنه ما قبل هذه الوظيفة إلا عشان جاي عشان يجي يتغدى. طب سؤال، هذه مسؤولية مين؟ هذه مسؤولية مين التذبذب اللي قاعد يصير؟ مسؤولية الإدارة. مسؤولية الإدارة. محمد الإدارة. طيب محمد. هل الفهري؟ اكثر محور اتوقع انك انت تبي تتحدث عنه في فتره فترات كان لا. احد الزملاء اليوم زام لك مقدم يدافع عنك قبل امس. يا دافع كيف شفت محمد؟ لا وسلمه ترى سلمه. انا دافع انا دافعت عن الفهري بناء على كلام وصل لي من الفهري نفسه. حلو، واليوم طلع لي السجن مش جاهز. حلو، طلع السجن، طلع السجن ماشي، ما كان في قفل. هذه نقطه. النقطه الثانيه يعني امس واليوم مش طبيعي اللي قاعد يسويه، عبال قناة فهد معيان قسم بالله، رفيقه هو يكلمه يتواصل وياه 24 ساعة، عبال قناة فهد معيان قال له خليني احطهم على هاشتاق اليوم، قال ما يصير يا فهد. بس شوف شوف في شغلة حلوة ترى، اللي هي في ملاحظة السلبية الأولى، صوته عالي يعور الأذن، يطلع يخرب هذا الصوت يخرب. بس الشغلة الحلوة ان المتابعين دخلوا السجن تحسنهم بسجن صدق، خايفين يا أخي
والله العظيم خايفين صدق صدق يعني في في رهبة اي بس ان الجوانب السلبيه تطغى على الجوانب الايجابيه عند محمد الفيري. انا اسحب كلمتي ودفاعي عن المره اللي طافت دعوه بسيطه جدا يعني لا ده السلبي اللي قاعد انا اشوف انا اشوف اللوكيشن كان ايش لونج انا جهمتهم ولا هم اللي شوف صوته خير ما لا 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 تحسني في مطاق جو هذا كله بكفه اليوم ماسك بندر المطير يقول له حط اللقمه في فمك انبلعتها سجنتك وانطلعتها سجنتك. اوه لقيت الشايب اللي لقمته وصلت الحنجور مصيبه لانت فلا وانبلعها عشان ما فيه. هذا هو ما هو طبق البيت هذا. يبي يبي ابو فمي اليوم جاء قال سته تاكلهم. ها فجاه نسى نفسه قال لا لا سبعه سبعه من سبعه. طيب هذا هذا اللي يخص محمد الفيري واتمنى الاداره انها تتعامل مع الموضوع هذا بشكل جدي سواء كان مع محمد او مع بقيه المقدمين لان الموضوع اذا هو مزاجيه خلونا نجي نقدم فقرتنا العصر في الفتره اللي ما فيها يعني فقره ونخلص ونمشي نروح بيوتنا في النهايه هذه مسابقه وفيها ارصده للمتسابقين حرام ترضك ترى تناولنا الموضوع بنقد ساخر صحيح بس نقد ساخر موجه يعني